في يوم المرأة العالمي لابد وأن نذكر العديد من النماذج الناجحة للمرأة المصرية في كافة المجالات بشكل عام والرياضة بشكل خاص. المرأة المصرية الرياضية كتبت اسمها بحروف من ذهب في التصنيفات العالمية في مختلف الألعاب، وبالطبع لم يخلو النادي الأهلي من البطلات المتصدرات للمشهد الرياضي. حالياً وعلى سبيل المثال وليس الحصر، ميار شريف في التنس، وجيانا فاروق في الكاراتيه، وثريا محمد في السلة، ومروى عيد عبد الملك في كرة اليد المحترفة حالياً في فرنسا، ويثرب عادل في الاسكواش، وشروق فؤاد ونهلة سامح في الكرة الطائرة. للأهلي أيضاً لاعبات سابقات حصدن العديد من الألقاب المحلية والقارية مع الفريق ومع منتخب مصر، وواصلن مشوارهن الرياضي عقب اعتزالهن، مثل كابيتانو شريهان سامح إحدى المشاركات في بطولة العالم لكرة الطائرة للسيدات عام 2006 في اليابان. شريهان سامح هي إحدى أفضل اللاعبات في إفريقيا في كرة الطائرة، وحصلت على الكثير من الجوائز مع الأهلي والمنتخب، من بينها لقب أفضل لاعبة إفريقية. لم تبتعد قائدة الأهلي السابقة عن اللعبة عقب اعتزالها، وهي حاليا عضو اللجنة المؤقتة للاتحاد المصري للكرة الطائرة، وتأمل في مواصلة مشوارها للنهوض باللعبة قاريا وعالميا. الحديث عن النماذج الناجحة للمرأة المصرية لسه مستمر معانا. معانا بقى في الفقرة دي، وهي الفقرة الأخيرة، قائدة زي ما بيقولوا جوه الملعب وبره الملعب، ليها تاريخ كبير جدا في الكرة الطايرة، لعبة في الأهلي والمنتخب كمان، وهي عضو مجلس إدارة. منورانا جدا كابتن شريهان سامح. صباح الفل. صباح الفل. كل سنة طيبة. وانت طيبة، ربنا يخليك. أهلا بيكي، سعداء بوجودك معانا وسعداء بمشوارك الطويل المحترم الناجح المليان انتصارات مع النادي الأهلي. واستأذنك خلي ده يكون سؤالي الأول، يعني لو قدرتي، انا عارف ان هي ممكن ما تبقاش مهمه سهله، بس انت تلخص لنا المشوار الطويل ده في كام جمله كده، تقولي ايه عن تاريخك مع الاهلي؟ طبعا يعني انا بتشرف ان انا كنت لعيبه في الاهلي، ولسه الحمد لله بتشرف وهتشرف طبعا على طول. انا بدات اللعب في الاهلي في الناشئين، وصعدت درجه اولى على طول من اول ما لعبت. الحمد لله من ساعه ما لعبت بقى وانا حصلت على كاس مصر والدوري والعام كله الحمد لله، وشاركت بطولات افريقيا، والحمد لله حصلت على اغلب البطولات في النادي الاهلي بتقريبا من الصغيرين للكبار لحد ما بطلت سنه 2015. جميل ما شاء الله. طيب ممكن اسالك كده سؤال، اخرج شويه معلش بره موضوعنا، بتشوفي ازاي برضو التغيير اللي على ارض الواقع، وهتكلم تحديدا في مصر هنا، فكره الاهتمام بالرياضه للنساء يعني، وفي الاسر كمان، والوعي اللي حصل على ارض الواقع بحكم طبعا يعني تجربتك؟ طبعا دلوقتي انا شايفه ان يعني الاهتمام زاد بالرياضه النسائيه بالاخص. قبل كده كان طبعا الميديا والاعلام، كان طبعا بحكم التكنولوجيا كل ما بتتطور دلوقتي السوشيال ميديا بقى زياده جدا. الوعي عند الاهالي بقى متقدم. قبل كده كان زمان ممكن تلاقي البنات ما بيستمروش في اللعب كتير، دلوقتي ما شاء الله في بطلات كتير وبيلعبوا وبيستمروا حتى بعد الجواز، لسه في ناس بتستمر. قبل كده كان على طول تلاقي في مشكله في فرق البنات، اول ما البنت تيجي مثلا ممكن تدخل الجامعه او من ثانويه عامه يروحوا كلهم قاعدين، اول ما البنت تتجوز ممكن تروح قاعده على طول. دلوقتي كمان عشان بقى في اهتمام بالرياضه، وبقى البنات بقت زي ما بقوش هوايه، بقوا محترفين بعقود مع الانديه، الموضوع تطور خالص، وشايف ان ده في صالح الرياضه المصريه جدا جدا. يعني انا عايز اقول حاجه انت ذكرتيها عشان برضو ما نهدرش حق الرجل. والله يبقى كتر خيرك بجد. والله يبقى اللي قلتيه ده في حته ان البنت بقت تكمل بعد تحديدا كمان ما تتجوز، ده ان رجع لشيء برضو يرجع للرجل اللي هي متزوجاه، المتفهم التقدمي الداعم. فبجد برضو زي ما بيتقال، وراء كل ست يعني ناجحه رجل. فتحيه برضو للرجاله يا جماعه. والله يا جماعه ميرسي جدا تعبينكم معانا. طبعا. طب انت حصل معاكي ايه بعد الجواز، ولا انت كنتي بطلتي قبلها؟ لا انا يعني اتجوزت ورجعت لعبت 3 شهور. ما كانش عنده اي بقى تحفظات؟ لا خالص، لان هو رياضي، هو برضو هو لعيب باسكت. كان في الاهلي ودلوقتي مدرب باسكت سله، فهو يعني متفاهم جدا بصراحة. أكيد. ولحد دلوقتي هو بيدعمني. لما سبت وأنا يعني بعد ما اعتزلت كنت في جهاز النادي الأهلي الدرجة الأولى لمدة سنة، ودلوقتي دخلت في مجلس الإدارة في الجزء الإداري،
فهو يعني متفاهم جدا بحكم برضه ثقافته الرياضيه من وهو صغير كان في النادي. فلا طبعا الحمد لله الدنيا طبعا. احنا العيله كلها رياضيه فالحمد لله الدنيا لذيذه يعني. طب كرة الطايرة بقى لو هنتكلم عنها يعني محتاجة ايه علشان نقدر نقول تدعيم اكتر، بطولات اكتر على ارض الواقع؟ هو الحمد لله بالنسبة لأهلي الدنيا الى حد ما يعني الحمد لله الدنيا ماشية، التدعيم في مجلس الإدارة كويس جدا. المنتخب برضو احنا يعني في الشابات والناشئات الحمد لله بأبطال أفريقيا، الدرجة الأولى أبطال أفريقيا، بس بقالنا فترة كده شوية الدنيا مش ظابطة، بس الحمد لله يعني بنوصل أكيد للثلاث مراحل اللي هم فوق اللي هو الأول والثاني والثالث، بس شوية عشان بيبقى حضرتك عارف دلوقتي في السن يعني الكبير بطل والصغير طالعين. فبس انا شايفه ان التدعيم كويس اعلاميا، زاد جدا الضوء على الرياضه، احنا قبل كده ما كانش حد بيسمع عننا حاجه خالص. برضه نتيجه نجاحاتكم المتتاليه الحقيقه يعني الكلام ده برضه ما جاش من فراغ، انتوا عاملين شغل كويس جدا. احنا تقريبا يعني ما فيش اسبوع بيعدي علينا غير لما نذكر انجاز حقيقي والله مش هو كمان يعني. الفولي في مصر الحمد لله رياضه يعني تعتبر من الرياضات النسائيه اللي بتحقق الحمد لله انجازات كتير، سواء في أفريقيا في العرب بنشارك في بطولات عالم وكاس أي. عالم أي. فالحمد لله يعني أنا شايفة إن شاء الله مستقبل الكرة الطايرة إن شاء الله طب كويس. أنت قبل الاعتزال يعني وأنت لسه مع الفريق الأول للكرة الطايرة، في مرحلة ما أختك الصغيرة اتصعدت هي كمان وبقت معاكي في الفريق الأول وكنت أنت كابتن عليها. أيوة صح. كانت الدنيا ماشية ما بينكم إزاي؟ هي نهلة دلوقتي طبعا هي كابتن الأهلي ومنتخب مصر، اتصعدت معايا تقريبا سنة 2003. طبعا كنت حاسه برضه اختي صغيره معايا فكنت ابقى يعني نهله تعالي هنا طب نروح نعمل، بس هي الحمد لله يعني شخصيتها من وهي صغيره قائد يعني، فالدنيا كانت بصراحه لا هي حاجه لذيذه. واضح يعني ان القياده عندكم في جينات العيله بالنسبه لي ما شاء الله برافو. هو يعني الحمد لله احنا كلنا حتى احمد اخويا كمان كان كابتن المنتخب، ف يعني الحمد لله احنا من واحنا صغيرين يعني زي ما بيقولوا قاعدين في الملعب على طول ليل نهار، والدي ووالدتي رياضيين برضه، فالحمد لله الرياضه تقريبا واخده تقريبا كل حياتنا جنب التعليم. فلا انا كان شايف ان احنا معايا في الفريق كانت برضو بتديني احساس ان انا مش بعيده عن البيت برضو يعني طبعا. احنا بحكم الفولي عندنا احنا بنسافر كتير قوي سواء في النادي او المنتخب أوكي. فلما يبقى حد معاك من العيله برضو لطيف حاجه لطيفه يعني ايوه طب كابتن شريهان لو هنتكلم دلوقتي في موضوع ان احنا عايزين نشجع الاهالي ان هم تحديدا البنات وهم صغيرين يخلوهم يمارسوا رياضه، يعني وزاره الشباب بالتعاون مع وزاره التعليم بالتعاون مع وزارات مختلفه بتدعم ده، وكمان فكره الرياضه في المدارس يعني مبادرات كتيره جدا بتتعمل عشان ده. برضو من حكم موقعك ازاي بتقولي مثلا زي نقاط معينه ممكن تحصل علشان نبدا نغير وعي الاهالي شويه ان هم يهتموا برياضه الفتيات تحديدا؟ انا عايزه اقول حقيقه بس ان الرياضه فعلا فعلا بتفرق في تكوين الشخصيه في اسلوب الحياه، مش بس ان انا ابقى راحه تمرين وراجعه لا خالص بالعكس، انا بس بحب اقول لهم في اول حاجه ان هو هيفرق خالص يعني هيفرق بشكل كبير جدا في البنات اللي طالعه، هتبقى البنت قادره يعني طبعا البنات الحمد لله كله بيتحمل مسؤوليه بس هتبقى زياده عليها، هتقدر تشوف الدنيا من منظور تاني خالص، هتكتشف ثقافات لو هي يعني وصلت لمرحله انها بتسافر مع النادي او مع المنتخب، فانا شايفه ثقه في النفس قياده كل ده بيدعمه او يعني بيوفره او بتوفره الرياضه بالظبط اعتماد على النفس، لان زي ما بقول ممكن تسافر فتره بطوله او معسكر بتقعد فتره بعيده عن اهلها لوحدها معتمده على نفسها، فوالله بيشغل الشباب والبنات الصغيرين والولاد كمان عن حاجات كتير كتير ممكن يتعرضوا لها في السن المراهقه بالذات، فانا شايفه انها التزام وصحه كمان، الرياضه طبعا عامه بتدي للانسان صحه ونشاط، فانا شايفه ان دي حاجه مهمه. طبعا يعني اناشد كل الناس يا ريت ان هم الاولاد والبنات يخشوا الرياضه، مش شرط بولي يعني وطايره، انا شايفه ان الرياضه شيء جميل يعني جميل. طب انت قبل ما تاخدي قرار وخطوه الاعتزال كنت مفكره في ايه؟ كنت مخططه يعني لايه بالظبط، وخصوصا قبل ما يوصلك خبر تعيينك في اللجنه المؤقته لاتحاد الطايره؟ والله انا اول ما بطلت كنت بدات خدت كورسات في التدريب الدراسه الدوليه وحاجات والمحليه، كنت يعني هدخل مجال التمرين. كنت ناوي تكملي برضه بس في تمرين بقى يعني او تدريب او، فكنت الحمد لله واخده ان انا بعد الاعتزال على طول اكمل في الرياضه.
لان انا يعني الرياضه تعتبر حياتي. يعني انا من وانا صغيره خالص تقريبا من 6 سنين ما اعرفش يعني ايه الملعب الفولي بس. فكنت واخده القرار الحمد لله، والحمد لله خلصت والدنيا كانت ماشيه معايا كويس ان انا عرفت ادخل اكمل، دخلت جهاز الاهلي. وبعدين بقى اللجنه الاولمبيه رشحتني ان انا ابقى في اللجنه المؤقته بتاعه الاتحاد دلوقتي لحد الانتخابات بعد طوكيو ان شاء الله. طب لو كلمنا مقارنه برضو علشان انا عايزه استغل وجودك بالثقافه اللي عندك والبوزيشن بتاعك اللي بكرره في كل سؤال، هنقارن دلوقتي يعني الرياضه في مصر ورياضه في الغرب. احنا كان في جاب بصراحه كبير زمان طبعا. دلوقتي فعلا ما بقاش في الجاب ده، لان هنرجع نكرر الكلام ده ان ده واقع من بدايه اهتمام القياده السياسيه بالرياضه، وزي ما بنقول كده فرضها بشكل ايجابي جدا ابتدى المجتمع يتغير كله صحيح. فدلوقتي لو قارنا نفسنا بالخارج في اللي هي الدول اللي الرياضه جزء زي الاكل والشرب عندهم، احنا واصلين لفين؟ مش يعني طبعا احنا زي ما حضرتك بتقولي كان في جاب كبيره جدا جدا لدرجه ان احنا كنا يعني ما فيش ما بنحاولش ما بننافسش حتى خالص. لا دلوقتي بقى في منافسه، الموضوع تطور شويه، لسه طبعا مش هقدر اقول وصلنا لان هم هناك برضو الدنيا زي ما حضرتك بتقولي بالظبط، احنا في الطريق، هم هناك الدنيا عندهم مختلفه كمان، مظبطين الناحيه العلميه مع الناحيه الرياضيه. احنا الحمد لله بقى لنا فتره الموضوع بدا يتظبط ما بين وزاره التعليم ووزاره الرياضه، بقينا نوفر للعيبه يعني يبقوا مستريحين، مش بلعب بقى تحت ضغط انا طب هسافر البطوله ولا همتحن، طب لو سبت البطوله طب هكذا. فدلوقتي في تعاون جامد ان ممكن لما تيجي تسافري وزاره التربيه والتعليم ممكن تاجل الامتحان او بتاخره او يعني بينسقوا ما بين وقت البطوله لحد كبير. بالظبط. فانا شايفه ان ده يعني هيخلينا نطلع لقدام شويه زي بره. تدريبات معسكرات زيادة دلوقتي زاد طبعا، تنظيم البطولات الكتيرة جدا ده برضو بيخلي الخبرة عندنا كويسة، واحتكاك مع الفرق الأوروبية بيبقى صح. بيدينا دافع وبيدينا خبرات وبيعلي مستويات طبعا. حلو. كل الألعاب حاجات كلها إيجابية وكلها بتبشر بان احنا فعلا هنوصل بقى للمرحله اللي نهاوند بتتكلم عليها طالما اتحطينا في التراك الصح. صحيح بالظبط. نورت الدنيا، ميرسي جدا وسعدنا جدا جدا بوجودك، ونتمنى لك كل توفيق. ميرسي، انا اللي سعيده جدا، وميرسي ليك وربنا يخليكم. شكرا ليك كابتن شريهان. وانا هسيبك تختم بقى مع جمله حلوه كده او يعني رساله للمراه. اجمل التهاني وارق الامنيات للمراه المصريه في كل مكان، انت ست مش ما فيش زيك في العالم كله، قلناها يعني بنكررها وهنختم بيها حلقه النهارده. الست المصريه تتحط على الراس من فوق، كل سنه وكل حضرتك الله عليك. ايه رايك المشاعر الحلوه؟ المشاعر غرقت الحلقه. كل سنه وانتم طيبين. وانتم طيبين، ميرسي، ربنا يخليك.